الصوت كائن بشايف عظيم تأثاري الشيعة سيدنا وفي الشيوي على السجن مجدوى الأعمال بمصد وإبداء رأيك في دعم ومساعدة الشيعة سجن حضوركم من السادة من السادة وفي الشيوي السجنة مدير حال عبور الدجنة إلى كريبة عبور الدجنة زواني من أحد عبور الدجنة محمد السنتي عضو المجلس محمد خلالة عضو المجلس محمد الزامي عضو المجلس محمد هيلا عضو المجلس موظف الجماعة سجل حضور كل من السادة أسلم صدوق رئيس القسم الاجتماعي والثقافي الرياضي سعاد عابد عن مصلحة شؤون المجلس نادي الميلودي عن قسم الحسابات عن السلطة المحلية بشوي عائش ميل الأسطيط وسلوى صناجي في بداية هذه الاجتماعات نرحب بالسيد رئيس الجمهورية بالسادة أعضاء الجماعة والسادة أعضاء المجلس المدعوين عضو هذه الاجتماعات المخصصة لدراسة النقطة الفريدة المتعلقة بدراسة وإبداء الرأي في دعم ومساعدة الجمعيات أكد السيد رئيس اللجنة على السادة الحاضرين على ضرورة وضع استراتيجية عمل أثناء دراسة وفرز الملفات التي تتطلب صرامة وجدية في تفحصها وذلك وفق مبدأ الإقناع والمصداقية لمشاريعها سواء من حيث الوثائق أو من حيث وقع على أرض الواقع لذا يتوجه علينا وضع شروط موضوعاتية تفعيلا لمبدأ أرض المسؤولية بالمحاسبة من جهة ومن جهة أخرى انسجاما مع المقتضيات المذكرة الخاصة بمواكبة وتقدير عملية دعم الجمعيات التي تنص على الحس واحترام مختلف الشروط والقواعد المتعلقة بالتعامل مع الجمعيات ضمانا لمشروعية أعمالها ولتحقيق الأهداف المتوخاة منها بما يخدم الصالح العام والتنمية الترابية المنشودة. وعليه بدأ بالاطلاع على جميع الملفات التي تم إيداعها من طرف رؤساء الجمعيات بالقسم المختص والتي بلغ عددها 142 ملف وبعد تصلح وثائقها ودراستها بتمعن تم اللجوء الى مبدا الترافق وبعد الانصات الى جميع الجمعيات 5 لجنه اماميه احصاء 23 جمعيه بناء على اما عدم استيفائها للشروط القانونيه والوثائق المطلوبه لتنفيذ ملف ترافق دعم ضعف ترافعها امام اللجنه المختصه عدم حضور بعض الجمعيات للترافق وقد تم قبول 119 ملف من اصل 142 استجابت المعايير المطلوبه لتكوين ملف طلب الدعم والجدول امامكم وشكرا.